استحالة. اوكي، شفتوا يعني يا جماعة حضرتك دلوقتي؟ انت تؤمن؟ لا 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 لا، يعني هل حضرتك لازم يبقى في بتقر. عقاب؟ اكتبوا السؤال يا جماعة. طيب ماشي، لازم يبقى في عقاب، هل يتم بالكيفية الإسلامية ولا مستحيل؟ اتفضل. كده كده امين يا عم، كده احنا كده ده كده السؤال صح، اتفق حول الفريقان الله على رب. وجوب العقاب. عشان انا هحكمك ليها لما نيجي للمسيحيات بعد كده. الاسلام لو ما ثبتش الرجم بيثبت الجلد او السجن او النفي او الثلاثه مع بعض، اللي هو اللوث، بمعنى ان لو الشخص قدر يثبت باي قرينه سواء شاهد او شاهدين او بالقرينه ان ده في هذا الزنا؟ الشخص، لا ان هذا الشخص ارتكب جريمه مخالفه للشرع بيعاقب بالتعزير. التعزير هو العقوبه في كل جرم لم يبلغ شروط اقامه الحد، فبيحصل له تمام. السجن او الجلد او النفي او الثلاثه مع بعض. ده الزنا برضو شامل الزنا؟ إثبات الزنا؟ هو اي حاجه هيقدر يثبتها هيعاقب عليها الشخص. قدر يثبت باتنين ان الشخص ده كان مع مراته ونايمين مع بعض، هيتعاقب ويتجلد او يتسجن او يتجلد ويتسجن او يتجلد ويتسجن ويتنفي. الحلقة عشان يترجم لازم اربعه، لو ثلاثه والقاضي تاكد من صحه شهاده الثلاثه بيبقى في حاجه اسمها التعزير، بيثبت في حقه اللوث. تمام. وفي زنا المغيرة ما كان 3 شاهدين، المروت في مكحلة وواحد تاني سمع أصوات، ليه ما عملوش زي ما أنت قلت وجلد الناس ده اللي سؤال شهدت؟ محترم، ده سؤال محترم، بس السؤال ده ينبغي ان هو ما ينسيناش ان احنا قلنا ان الاسلام ما بيقولش ان يلم هدومه ويروح. لا، بيلم الشخص هدومه ويروح. اللي يثبت في حقه، طب ما يمكن سيدنا عمر قال له لم هدومك وروح، لان قام عند سيدنا عمر قرينة ان ام جميل دي شبه مرات المغيرة. يا سلام يا رد استاذ، بقى، انت عمال انت بتخترع اسلام جديد. مفيش حد قال ان اثبات رد الزنا وبعد كده اغلط بشاهدين فيها الصبح، ويعذر. رد بعد لا كده لا لا اغلط لا فيها الصبح. لا لا، مش بغلط، حضرتك بتخترع اسلام جديد. الزنا ما عنديش اي اجماع مشكلة، الامه ما انه عنديش اي مشكلة، 4 ثواني، شوف هتكبت، بيثبت ب4 شهود. ما جبت منين اللي اختلفناش. هو 2 ممكن يتجلد؟ جبت منين الحاجات دي؟ الايه في واضحه كل والذين كتب شوف الفقه يا بيقاطع استاذ، بيقاطع. انا سبتك تتكلم، انا سبتك لا تتكلم. كل اكتبوا كتب السؤال، الفلك. جبت منين لا التعزير؟ اكتبوا السؤال، طيب، الراجل انا ما المحترم قلتش بيسألني جبت منين جبت منين التعزير، التعزير؟ انا جبت طب اللي يجي منين يقطعك اثبات تعيط. الزنا. ثواني بس يا جماعه، انا سؤالي واضح عن كيفيه الاثبات في الزنا، ما قلتلكش جبت منين التعزير والحوادث كيفية والتواريخ الإثبات في بيه. الزنا؟ ما ما أنا قلتش. جاوبت حضرتك، الشخص طيب ما ماشي ماشي بيلمش هدومه ويروح طالما في حاجة ثبتت عند القاضي. الخلاف بس في مستوى العقوبة بس. طيب، جبتها منين برضو؟ انت جبت بإن في منين لو حاجة في واحد؟ الشريعة لا لا الإسلامية لا، لو هو اسمها جاب، لا التعزير. لا لا لا، لو هو جاب شاهدين بس، وراح انا معايا شاهدين ومراتي بتزني، يحصل ايه؟ لو القاضي تأكد من صحة هذه الشهادة إن الراجل ده كان مع الست دي في وضع مخالف للشرع بيعاقب، السجن أو الجلد أو النفي أو الثلاثة مع بعض. كلامك غير مظبوط، لو جاب شاهدين يثبت ب4 شهود هيتجلد الشخص اللي هو قال الشخص اللي رمى هيتجلد يا المحصنة. أستاذ هولاكو، طبعا، هيتجلد لان الشخص، هي متفق معاك، اتفضل. هيتجلد الشخص اللي قال أنا مراتي زنت وعندي شاهدين. انما لو هو ناصح بس كده يختار صيغه قانونيه كويسه زي ما اي محامي في الدنيا بيعمل، صيغة يختار قانونية. ما خلينا اكمل اشتري مني، يختار، مش انا لا مسلم إله جاي إلا اقول المسيح. لك كلام واضحكوا عليا بعد ما اقول، يختار صيغه شرعيه مناسبه، الصيغه الشرعيه دي تلبسها في الحيطه وتطلعه هو زي الشعره من العجين، زي ما اي واحد تمام. بيعمل في اي محكمه. الصيغه الشرعيه دي ايه؟ يا سيدي القاضي انا وجدتها ترتكب مخالفه شرعيه، يخليه حدق. ايه المخالفه الشرعيه؟ تعالى يا ابني انت وهو 2 شهود هما، يا سيدي القاضي خلاص. انا شفته حاضنها. استنى بس اسمع انت مني يا واضحين سيدي يا دكتور. القاضي، انا شفته حاضنها، انا ضامن تمام لك انه يتعلق من رجليه. تمام جدا، شكرا ليك. بص، الحكم للمستمع، لان الراجل ده بيتكلم كلام غير اللي احنا قرناه في الكتب خالص، بس خلينا ندخل في تاني. توم، عندك مداخلة لو سمحت عشان ادخله في السؤال التاني.
عندي تعليق ويا ريت تتابع الباك شانل يا هولاكو، لاني طلبت تعليق. اوكي كان عندي ملاحظه. اسف يعني يا هولاكو. انا لو عندي 2 شهود بس او شاهد بس، وراحوا قدام القاضي وقال لهم قولوا انتوا شفتوا ايه، وهم كانوا شافوا المروت في المكحله، ما يقولوش يكتبوا هذه الشهاده؟ لا، هيقولوا حاجه تفيد هذا الامر بدون تصريح بس عشان هو ده اللي ما هم شافوه يعاقبوش. يعني، معلش يعني هم ما هو شافوا كده ما هو بس يعني. انا الصيغه اللفظيه لازم تكون بطريقه ما تخليهمش يتعاقبوا. طب لو القاضي سألهم قال لهم شفتوا المروت في المكحلة ولا لا، يجاوبوا يقولوا اه ولا لا؟ لا، مش هيعاقبوا. لو القاضي هو اللي اخرج منهم هذه اللفظه، لا لا يعاقب. ما انما هم لو هم قالوا احنا بادروا شفنا بالشهاده المروت في في هذا الامر، المكحلة. ما هو في فرق ما بين ان القاضي يستخرج منهم المعلومه، هو ملزم بالاجابه ولا تكتم الشهاده، وما بين ان هم اللي رايحين يشهدوا من نفسهم بالمعلومه دي. بما طب ان لو انت هم عارف رايحين، القانون ما بيقول هم انت لو مش من رايحين حقك تقول الحاجه دي غير بالشروط الفلانيه، يبقى انت تقول بصيغه ما تخليكش تتعاقب. ايه هي الشروط؟ ان يبقى معاهم واحد رابع؟ ما هو معروف عشان تقول الصيغه دي لازم يبقى معاك 4، فانت جميل. تقول اللي انت شفته بطريقه ما تخليكش تتعاقب. يعني انا لما القاضي يسألني انت شفت ايه وانا شفت المروت في المكحلة، تقدر ما تقول ان اقولش انا شفتهم قالعين هدومهم ومحضنين بعض، تقدر تقولها. طب مش كده يبقى شهاده كاذبه لان هو شاف مرات في المكحله؟ شهاده ناقصه. لا خالص، ولا كاذبه ولا حاجه، ولا ناقصه ولا حاجه. الله يا رب. لو قال له شفت ايه بالظبط يا احمد، هيقول له شفته حاضنه وهو مش كان شاف عينه هيعاقب. لو قال له شفت ايه بالظبط، يبقى هو اللي استخرج يعني منه كان الجزء ده، بيكذب ما ولا يعاقبش. لا؟ والله اثبت. انت هتخوفني ليه؟ انا بخاف من الزعيق. اثبت انه كذاب. كذاب ان كلام الرسول بيخالفك، لو ان رايت رجلا ما قال انتظر حتى اتي باربعه، لا لا وكلام بالظبط. عاصم بن عدي. طيب طب مين بيهزر؟ خلينا نقود الحوار مره يا استاذ كولاكو، وهسالك سؤال. لو هو لقاها معاه ماشي، يجيب كاميرا زي ما انت بتقول، مش ده تعتبر دياثه؟ مش انت زعلت من الموضوع ده من شويه؟ لا، قياسا ان انا اسيبهم واروح اجيب 4 شهود، لكن لو هو لكن صورهم مش عشان دياثه ان انا يثبت اسيبهم وبعد، واجيب كاميرا واصور؟ عشان لا، انت مش هتتصور، هتقعد تصور فيلم كامل؟ ده كفايه مش اللي هي انت قايل الواقعه من بس. شويه يا استاذ هولاكو ان لما انا قلت لك الصح ايه، قلت لي احنا بنصور. انا مش مطالب ان انا اجيب لك الصح على فكره، دي رقم واحد، لان انت بتدعه. امسك عارف خليفه خلف خلف الله خلف خلاف المحامي، لا اله اثبت الا المسيح والدليل. يا قالوا له استاذي، الرجل يا استاذ، المحترم، لا لا، ده معلش بس ممكن يا اتدخل معلش شويه. هي الراجل الدياسه المحترم بس، معلش سيدي يا القاضي، استاذ، يا جماعه يا استاذ، كلمه واحده تشاريخ. بس، طيب كلمه واحده، مفيش كلمه فايده، واحده، ثواني يا كريس معلش كلمه عشان واحده، خاطر ربنا، كلمه واحده. انت عارف الدياسه فين يا اتفضل. اهلاكو؟ انت عارف الدياسه فين؟ انت عارف الدياسه فين؟ هيغلط عشان يخلينا الدياسه، نطلع، الدياسه، هيغلط عشان لا لا لا، صدقني ما هغلط، لا لا، صدقني ما هغلط، صدقني ما بغلط، صدقني ما بغلط. الدياسه فين؟ اتفضل الدياسه بجد لما فعلا. نشوف استنتاج والنفس يعلو، تمام، ونشوف رجلين فوق عنق واحده، واخد بالك؟ لما ثلاثه يشوفوا في، لما قال فقال يا امير المؤمنين رايت استنتمبو مغيرة ونفسا مغيرة يعلو، ورأيت رجليها فوق عنقه كأنهما إذن حمار. هي دي الدياسة، أنا شايف إن ده طيب أنا دياسة. أتحداك، لما أنا ناس، أتحداك يا أستاذ كريس، في اسمع بس، مناظرة، لما في ناس مناظرة تشوف في موقف صحة زي كده، حديث أذني الحمار، أتحداك في مناظرة في طيب صحة ماشي. حديث أذني الحمار طيب لا اثبت انت فاهم. اثبت انت اثبت اثبت انت بص، انا سؤالي ليك، انا نعمل اول سؤال، مناظرة، انا بص، انا نعمل اثبت مناظرة انت في في اي ملجأ صحة من حديث عندك، ودني تمام؟ الحمار. اي بص، انا معاك في اي، طيب انا معاك في اي مركب، اتفضل. بس الاول تجيب على الاول سؤال، هل يجوز للزوج ان يقتل زوجته الزانيه اذا ده دخل السؤال عليها الثاني يا كريس، ووجدها تزني؟ جاي ده له يا السؤال كريس، حضرتك، الثاني يا استاذ او كريس، السؤال الثاني، كريس نجاوب السؤال ده الثاني، السؤال عينيه الثاني. على راسي من فوق يا استاذ كريس، عينيه على راسي من فوق. لا بس لا لا نخلص يا نقطه كريس. الكاميرا. وبص طيب اقول لك على انا حاجه، من الحديث اللي حقي انت ان انتوا جبته، تركزوا في الحديث اللي انت سؤالي. جبته، اسمع بس، الحديث اللي انت جبته ده ما اسكت تكررش يا استاذ خالص، كريس، انا سمعت احنا ردك بنتكلم في مرتين. قضية أخرى.
انا سمعت ردك مرتين في عشان موضوع ما حديث تجاوبنيش الرجل. بنفس السؤال، عشان ما مفيش تجاوبنيش مشكلة، بنفس لما الجواب، نيجي هل يجوز يا نتناقش جماعة فيه قتل الزوج، هل حول يجوز ولا قوة إلا لقتل بالله. الزوج زوجته خلاص يا الزانية إذا رآها تزني؟ أهو جماعة، سؤال كونوا واضح على وصريح. يقين يا أستاذ كريس، كون على يقين أنني لم أجب على سؤال هل إذا رآها تزني يجوز له أن يقتلها أم لا، وإني قد هربت يوم سألتني. تمام، اللي انا عاوز اقوله ان اديني فرصه بس في موضوع الكاميرا واجي لك للي انت زانيني فيه، مش عارف اجاوب عليه خالص، واجلبت علي بخيلك ورجلك. موضوع الكاميرا يا استاذ هولاكو، انت زي ما انت شايف ان موضوع الاربعه قله ادب ومسخره، وما فيش دمه مش حامي وراجل ما عندوش كرامه ودايوس، ازاي موضوع الكاميرا مش معناه برضو ان هو دايوس؟ انه هو يعني ممكن واحد قاعد هقول يصور لحضرتك، وسايبهم. لا مش بيصور ويسيبهم، مجرد ما يشوف الواقعة ويدخل عليه ويلموا نفسهم وكده ده انتهى، زي ما بتحصل في حاجات كتير ناس اثبتوا يا سيدي ما بالكاميرات. لموش، مجرد يا سيدي ما لموش. يا ده ما ينفعش الحوار كده يا دكتور، انت بتقطع كل جملة، انا مش عارف اتكلم. لا يجوز الوسائل الحديثة ببساطة شديدة، اولا لانه بيضرب بالآية عرض الحائط، ثانيا ده إسلاميا بيقول لك، يعني أنا هقرأ لك هذا ثواني هو بعد مش ما أخلص. النقاش اسلاميا يا استاذ هولاكو، انت ليه أنا مصمم فاهم، انك ما انت أنا إسلامي، تخدع المحاور؟ النقاش لا عقلي، أنا مش بقى انت عقلي حضرتك بتقول، وفي عقلي عقلي إن حضرتك أنا أسيب بتقول، مراتي بتزني وراها أجيب أربعة؟ إيه يا أستاذ، فين ما هو العقل في انا الإسلام نفس أصلا؟ الشخص، يعني انا نفس الشخص أنت اللي لما عندك سمع، حدود وشرائع. نفس الشخص اللي لما سمع العبارة دي منك، وان انا عندي حدود واسيبها واروح اجيب اربعة، نفس الشخص لما سمعت منك العبارة دي قلت لك هو العقل بقى بيقول ان زي ما اسيبها واروح اجيب اربعة وحش فيش فايدة، ودياثة، فيش فايدة. اسيبهم واصور وحش ودياثة هو كمان، ولا لا مش كلام؟ انت لما بتصور واقعة، مش انت متصور وانت هتصور فيلم كامل، ده بيصور يعني في انا لو حال صورت خمس التلبس، دقائق التلبس. لو صورت 5 دقائق ما بقاش دايوس، انما لو صورت لو 10 عايز، دقائق بقى دايوس. لا اللي يسيبهم هو اللي دايوس بصراحة، اللي يسيبهم طيب يبقى ويروح يجيب الصح اربعة بقى مش انه دايوس. يصور يا استاذ هولاكو، طيب الصح بقى نخش ايه؟ في، خلاص يا دكتور عشان انا بجد اهم سؤال في الحوار كله الاستاذ هولاكو مش بيجاوب، الصح اللي ايه هو انا عشان ادين الحديث؟ الصح ايه عشان الصح ادين، الصح عشان ادين الصح حكم الصح الاربعه؟ تمام، الصح ان انا لو صورية في واقعة زنا يثبت الزنا، لكن القرون والدياسة ان الكاميرا لا 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 تثبت، لا ده لما هي الدياسة، لا لما هي الدياسة. لما انت لا هتعمل ثواني نفس ثواني، اللي انت احنا هنعمله زعقت، انت زعقت، يا الدياسة استاذ هولاكو، هي، استاذ لا لا هولاكو ثواني ثواني، الدياسة. اشوف مراتي بتزني واروح اجيب 4 شهود، وواحد يقول لي، لما انا اقول له لو اني رأيت مع اهلي رجل تبقى 4، يقول لي نعم. نعم دي طب هتقتله يا استاذ الدياسة، هولاكو يا هي مدمع حامي، الدياسة. هتقتله يا لا مدمع ما حامي، لو قتلته، انا لو ها قتلته في ايوه ظل تطبيق، في ظل القانون الوضعي هيبقى ايوه اوكي، لكن انت لو قتلته تتقتل، الصح ايه دي يا مشكلة. مدام محامي يلي بتلوم على ما غيرك، انا الصح بقول ايه؟ لك اهو، ليه اه اتعملت ليه مثلا مش شاهدين؟ ليه 4؟ ليه لازم يبقى الاسلام مراتي ده مجرم، مدخلة؟ الاسلام ده ليه؟ مجرم لما لا قال ما انا 4. عارف انه الصح مجرم، ما انا بقول لك ايه؟ الصح لو لقاه غلط ده يعتبر زنا، انت ما والله عندكش انا ده. كنت متخيل انه كوتشينه، انه بيلعبوا يا فندم. الصح لما طيب تشوفه ماشي، تعمل ايه طيب عشان يبقى ماشي، دمك حامي، عشان ما تبقاش بقوه جاوبني اسلاميا وما تهربش، جاوبني اسلاميه يا اسلاميا جماعه. وما تهربش، الراجل بيقول لي ما اسلاميا واحنا تهربش، بنتكلم ما في الصح تهربش، ايه؟ ما ماليش دعوه بالصح، على كل جاوبني حال يا ما استاذ تهربش، هولاكو، الحوار ما تهربش، اسلامي، ما انت الحوار تهربش، عقلاني، ما انا هكتفي تهربش. بعبارة لا حاضر لا حاضر، لا لا، انا هكتفي. السؤال الثاني، السؤال الثاني، انت حضرتك ادعيت انه اقتله، انا قلت لك جبتها منين؟ جبت اللي هو حديث مفيش عرضه، مشكلة، قلت لك هات لي. هجاوبك يا لا أستاذ هولاكو. ثواني، الفرق طب ما ما بيني اكمل وما بينك، السؤال، اكمل الفرق ما بيني السؤال وما لو بينك سمحت، إن أنا قلت حاجة، إنما أنت ما قلتش حاجة. أنت قلت أنا اكمل. ماليش لا دعوة بالصح إيه؟ أنت قلت ايوه ماليش دعوة ماليش بالصح دعوه، إيه لان أصلاً؟ انا بكلمك اسلاميا، ماليش ان انا اكلمك في اللي انا طيب عايزه واللي أنا عاوز مش القيوله، إسلاميًا، عاوز منطقيًا عشان ما الواحد مالكش ما يبقاش دعوه بيقول. بالمنطق،
لا لا انا ما اكتفي بقاش بقى تسيب بعباره الإسلام. انا لما اكتفي تسيب بعباره انا الإسلام اكتفي بعباره اقول بس الجمله دي، انا اكتفي بعباره ماليش دعوه بالمنطق، اكتفي بعباره ماليش دعوه بالصح ايه. انا بتهم الاستاذ هولاكو تمام. انه مش قادر يجيب قاضي يدين التصرف الاسلامي. اجاوبك طب بقى اقول على لك مساله اقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ ادله جواز القتل، اجاوبك على ما مساله بي ادله جواز القتل. طب ثواني ثواني بس ثواني بس اقول لك ليه؟ لما حضرتك تترك الاسلام اجي اكلمك ايه اللي المفروض يحصل، ايه اللي المنطق بيقوله، ايه اللي القانون الوضع حتى بيقوله. يا جماعه القانون الوضع عندنا، انت لو ادعيت على مراتك انها زنت بتروح طب شرعي وبيثبت انها مارست الجنس ده من الحيوانات المنويه والى اخره. هناك حتى يعني في الاسلام العظيم جدا جدا لا يمكن الاثبات بالوسائل الطبيه الحديثه، يعني يكون يا مني أستاذ راجل يا اخر عليها. ثواني لو سمحت، لوجه الله لوجه الله، يكون الاستاذ اللي بيكلمنا على المنطق والشرع ان هو يكون واحد مني رجل اخر على زوجته، وده لا يثبت بالوسائل الطبيه الحديثه. بالراحة بس تخيلوا بالراحة بس الاسلام يا أستاذ، العظيم. إحنا بنتكلم في السؤال نقطتين الثاني يا لو سمحت. استاذ، لا لا السؤال بالله عليك، الثاني الحتة اللي هي كمان الحتة اللي هي معلش خلينا في دي. إحنا بنتكلم في نقطتين يا يا أستاذ هولاب، لهوي يا لهوي. وأرجو من حضرتك إنك تكون حريص على إفادة المستمع. إحنا دلوقتي اتفضل. في نقطة كيف يثبت الزنا في العلم أو في القانون الحالي وفي الإسلام. النقطة اللي أنا بكلمك فيها مش دي، النقطة اللي أنا بكلمك فيها حتى يكون الرجل مش بقرنين يعمل إيه ساعتها؟ دي كانت النقطة. فأرجو من حضرتك إنك تتوقف بعد اليوم عن إنك أنت تتهم الشخص اللي بيقول للشخص اللي قدامه هات بينة إن هو بقرنين، بس مش أكتر من كده. لو مسكهم اللي ده وهم ملط وطلعهم فعدلوا بيزنوا، ايه رأيك في ده؟ ايه رأيك في الحل ده؟ أجاوبك على رأيي بشرط ما إن مش من حقك تقول لا له إنه بقرنين، مش من لا حقك. لا 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 ثواني بس. لو هم مسكوا قفاشهم اللي يا جماعه هم اتنين بيزنوا هم ومالطوا وانا شفت مراتي مش عارف ايه والكلام أجاوبك ده، أجاوبك هل ده أجاوبك هل ده بماذا يثبت الزنا؟ أجاوبك لا لا بماذا هل ده يثبت يعتبر الزنا؟ زنا؟ هل ما ده هو أنت يعتبر زنا؟ بتناقش يعني في يثبت؟ مسألة بماذا يثبت الزنا، اتفضل. وأنا بناقشك في مسألة بماذا تثبت القرآنية. قرآني، إمتى قال عليك اتفضل. قرآني؟ ما تقولش عليه قرآني بعد النهاردة اللي يقول للشخص هات البينة. ده بس كان كل لا النقطة. لا 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 إنما لا لا ده بماذا قرآن، يثبت ده الزنا؟ ده قرآن. موضوع غير القرآنية. لا بماذا تثبت يبقى هو القرآنية؟ انتم مش ملاحظين يا جماعة ان هو غير الموضوع، هو قال لي هات لي حل والله وقلت له العظيم أنا هيطلعهم. كل اعتراضي على هو مسألة اللي بيقول لي، هات هو اللي بينة بيقول لي هات لي شخص حل. دمه مش حامي، هات بينة شوف طيب القرآني، لا هات بينة ده طيب قلب ماشي. طب يا استاذ العزيز، هو قفشهم الاثنين وطلعهم وقال لهم يا جماعه الاثنين ملطة وقفشتهم على السرير، هل حلو. قال يطبق نفس الحد الشخص عليهم؟ اللي اتفضل. جاوب حضرتك وقال لك اللوث والتعذير. كلامك مش مظبوط. ما هو هو ده نفس قفشهم الجملة اللي كده انت قلتها وما قدمتش دليل عليه. هيتجلد لا 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 انت ما انت اللي ما قدمتش دليل، انا قدمت ادله من القران والسنه والفقه. ما قدمتش حضرتك دليل ما قدمتش على دليل. ان لا لا التعذير هو عقوبة تأديبية لا لا في لا لا كل لا جريمة لم تبلغ شروط الحد. لا عاوز على كده دليل. الحدود لها شروط، وهي في حد ما الزنا حدش يكون اربع اعترض على شهور. ده، ما حد، طب احنا في نقطة هيتجلد بعد، ولا لا؟ طب ماشي التعذير احنا هيتجلد في نقطة الشخص بعد دي. اللي هي نعم الراجل اللي هو طلع الراجل اللي طلع مراته بتزني مع عشيقها وقال لهم يا جماعة بتزني اهي، الراجل اللي هو طلعهم ده هيتجلد ولا لا؟ الراجل اللي طلع واحدة بتزني مع امرأة مع واحد بيزني مع مراته طلعهم هيتجلد ولا لا؟ يعني شخص قدم مثلا دليل شاهد، مثلا قدم كاميرا، قصدك ما قدمش شاهد، جابهم الاتنين ملط كده قال انا قفشتهم على السرير بيزنوا، ده يقام به ولا هيتجلد هو هو؟ في حد عاقل في الدنيا دي كلها يقول ان اللي يدعي حاجة بدون دليل يرفض كلامه؟ ايوه يعني الراجل ده هيجي ولا لا؟ ما قلتلناش ما هو انت بتقول بما لي ان كل عقلاء، اقول لك بما ان كل عقلاء مجرد درب التبانة مجمعون على ان من ادعى ادعى بلا بينة رفض وعوقب فيرفض ويعاقب. جدا. لو جاب اتنين انت يتجلد ولا لا؟ لو جاب واحد والقرين عند يتجلد القاضي ان الشخص ده صادق
مش هيتجلد ولا حاجه، واللي كان مع مراته ده هو اللي هيطبق في حد في حقه التعزير. تمام جدا يا جماعه، يا اضرب بكلام الرسول الحائط وخلاص. شكرا. اللي هو نرميها بتاع القران ونرميها. لا لا افتكر طيب. استاذ هولاكو ممكن بقى تجاوبني اللي بعده اللي بعده ازاي اللي بعده بس عشان المسيحيه طيب. لا 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 استنى بس نسلسل الموضوع. يبقى اول حاجه ثواني يا جماعه، بس ثواني بس كده يا جماعه. استنى يا كريس، استنى بس لو سمحت يا كريس. يبقى اول سؤال كده احنا خلصناه. السؤال الثاني لسه عايز يقوله وانا عايز اقوله. انت بتقول ان هو لو قابل المسيحيه بقى. اسمعني، انت ما جاوبتش على الاسلامات لحد دلوقتي يا دكتور احمد. احنا عمالين نلف وندور دلوقتي. هو انا عملت اللي عليا طيب. وانا اسف ان انا ضيعت وقتك. طب جاوبني. طب ماشي خليني بس في المسيحيه. انت ادعيت انه ممكن يقتله، يقتل الشخص لو واحد روح البيت لقى مراته بتزني يقتله، واني الرسول قال وجبت الحديث اللي هو بتاع ايه بتاع عرضه ده. انا قلت هات لي دليل او شرح الحديث، حضرتك ما جبتش. تاني حاجه كريس سؤاله نفس السؤال طيب. جبت منين ان هو يتقتل؟ خلينا في نقطه أدل. خلينا في نقطه ما جبتش شرح الحديث. ما تقولش تاني حاجه. لا. دي تاني على هي نقطه واحده بس. لا. ما يبقوش نقطتين. قول قول نقطة. طب ثواني بس الشامي ما جابش شرح الحديث بس. لا جبت منين، جبت منين ان هو الراجل لو روح البيت لقى مراته دي يجوز له قتله؟ جبتها منين؟ اتفضل. طيب ادي سؤال. انا هقفل المايك. ما دليلك على جواز ان يقتل الراجل اللي بيمارس الجنس مع مراتك؟ السؤال الثاني جبت منين شرح الحديث؟ لو سمعت سؤال ثالث، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضه فهو شهيد. وكلمة العرض في اللغة العربية بتشمل الجنس وبتشمل أمور الأخلاق كلها. مسألة ما جبت الشرح، أيوة ما جبت الشرح لأن أنا مش ماشي. أنا في الشغل على فكرة والله مش ماشي حاطط تحت إيدي كتب، تحت باطي كتب الحديث. نتفق على معاد أجيب لكم فيه شرح الحديث ودلالة هذا الحديث، لكن العبرة بالدلالة اللغوية والعقل. هل اللفظ تمام جدا في اللغة العربية لا تقبل هذا الأمر؟ تمام. خلصت يا دكتور؟ طب اتفضل يا تعالى اللي فات. اتفضل ثواني بس. ثواني يا سنسس لو سمحت. عايز تقول ايه؟ اصل هو رد على نفس النقطة اللي أنا سألته فيها بتاعت من مات دون عرضه، فأنا جبت له قلت له ده لو في اعتداء، لو في اعتداء ما بينه وما بين زوجة حضرتك، لكن لو هما الاثنين في حالة استمتاع هتقتله ازاي؟ أرد أنا عليك. أرد أنا عليك. أرد أنا عليك. هي مش المرأة دي شرفه وعرضه؟ بس بيقول لو بيعتدي، بيقول لو بيعتدي. طيب. واللي حصل ده، واللي حصل ده اعتداء على عرض الرجل سواء برضاه برضا المرأة أو. لا هم الاثنين بيستمتعوا. ما تقولش إنه اعتدى عليها. طيب. ما تقولش. كونهم هم الاثنين بيستمتعوا. كونهم هم الاثنين بيستمتعوا. ده اعتداء على شرف الرجل ولا لا؟ بيقول بيعتدى على زوجتك. بيقول بيعتدى على زوجتك. زوجتك هو. هو أنا مش معترض إن هو قال إنه بيعتدي على زوجتك. كن على يقين إن أنا سمعت. لو مكتوب هنا هو أفتح لحضرتك. بيعتدي على زوجتك. استاذ احمد، استاذ احمد اسمعني بس اسمعني. تخيلوا يا جماعه بقول له انا سمعت عباره بيعتدي على زوجتك. طب اسمعني انا هجيب لك حضرتك. اسمعني يا استاذ احمد. يا عم خلينا ننجز يا عم. بلاش تلغوش على الحديث. اسمعني انا هجيب لحضرتك من الدره الثانيه. ما تكررش ما تكررش الله يحفظك. انت هتكرر انت قلته من شويه. اسمعك بس ما تكررش. طب اسمعني اسمعني بس ما تكررش. اسمعك بس ما تكررش. طب ماشي. تقطع ليه؟ هو حد بيقطعك؟ هجيب لحضرتك. انا بخاف يا استاذ اثناسيوس. استنى ابن الباب. اسمعني يا ابن. معلش يا ابن الباب. معلش عشان بس ايه ما يتوهش مني في النقطه دي. هجيب لحضرتك من الدرجه الثانيه ومن شرح الحديث بيقول لك ايه. اي دافع ورد من اراد ان يعتدي على زوجتك زوجته يعتدي هو على. هو الكلام ده انا سمعته فين قبل كده يا جماعه؟ الاستاذ كريس مصمم انه يضيع وقتنا. يا استاذ كريس احنا احترم حق الناس في المحافظه على وقتك. الدرجه الثانيه ده مش كريس. ده يا استاذ هولاكو معلش تاذيه كمان. انا اسف. اثناسيوس بيكرر نفس كلام الاستاذ كريس. انا كريس لسه ما اتكلمش. انا هو مش انت نفس الشخص. انا هطلع كل كلامك غلط دلوقتي. مش الكلام ده حضرتك. الكلام ده حضرتك. ثواني يا دكتور احمد لو خلي يا احمد لو سمحت خلينا بس نعرض شباب اهو. بص كده ادي الدوره الثانيه اهي. الدوره الثانيه اهي جايب الحديث اهو اللي حضرتك بتتكلم فيه بتاع ابن سعيد بن زيد. جايب الحديث اهو وجايبين هنا في الشرح بيقول لك ايه اهو. اهو دافع من يعتدي على زوجتك زوجته اهو واقرباء يعتدي. انت عارف يعني يعتدي؟ يعني اغتصاب. هو ما بيغتصبهاش. هو في حاله استمتاع هو وزوجتك. هتقتله بتاع ايه؟ لو بيغتصبها اقول لك اقتله، لكن ما بيقولش اغتصبها اهو.
طيب هو اللي بيتكلم مين؟ مين اللي بيتكلم؟ عشان أنا مش سامع بس الأستاذ مين اللي بيتكلم؟ طيب يا أستاذ أثناسيوس، كن على يقين إن قبل حضرتك ما تتكلم كان الأستاذ كريست قال نفس العبارة. أنا بدافع عن حق المستمع في إن الكلام لا يكرر، المحافظة على وقت المستمع. كان المفروض الوقت ده كله يستغل في إن أنا رد. بس رد بدليل بعد إذنك، رد بدليل، رد بدليل، اتفضل. والله بدليل أو بدون دليل أنا هقدم اللي عندي، أنا ما بدعيش إن أنا إمام المجرة يعني. بس أهم حاجة إن إحنا ما نكررش أرجوك. يا جماعة حضرتك اسمعني يا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد أنا مش بكرر. ممكن تعليق يا جماعة؟ معلش معلش أنا كده بتفسح، أنا كده بتفسح، أنا هرد يعني هرد. طب هرد يعني هرد. هترد وأنا قلنا لك ما تردش. أنا هقفل المايك، أنا هقفل المايك، أنا هقفل المايك. عندي تعليق بس على الأخ كريس من فضلك يا هولكو. اتفضل. ثواني يا أستاذ توم لأن حضرتك بتطول، هو بس هستسمحك يعني. مشكورا، هي في 30 ثانية وحضرتك اتكلم. يا استاذ اثناسيوس، الراجل اللي فتح كاميرا، استاذ احمد لو سمح، الراجل اللي فتح كاميرا خلصت يا كريس عشان ما خلصت يا اثناسيوس؟ لا لسه، بس أثناسيوس. انا حاول بس ان انا هرد له بس بسرعه يا اثناسيوس. 30 ثانيه، في 30 ثانيه. الاستاذ احمد لما كان بيتكلم مع حضرتك وبيتكلم مع استاذ كريس وبيتكلم مع الكل برضه بيعيد نفس الحديث. الحديث هنا اللي حضرتك بتتكلم فيه بتحاول، ما تكررش يا استاذ اثناسيوس، ما تكررش. مش هكرر، اسمعني انت، هتكرر برضه، ما تكررش. اسمعني يا استاذ، اسمعني معلش، اسمعك بس ما تكررش. طب حضرتك، ما اصل حضرتك بتعيد نفس الحديث وبتقول انت هتقتل وهتقتل. حاضر ما تقلدنيش وتكرر. وانا غلطان، فانت ما تقلدنيش. انا احنا قلنا له وطالبناه بالدليل، وهو يعني الحكم ما جابش دليل بالنسبه لي، هو قال لغويا بس. ماشي، انا بس عاوز اضيف حاجه، ان الدرة الرستانيه بيقول ان من اراد ان يعتدي على زوجته. في حاجه بس كمان عاوز اقولها، الله يحفظكم، ان الدرة الرستانيه بتقول من اراد ان يعتدي على زوجته. والله يا فندم كن على اطمئنان ان كل المستمعين سمعوا عباره ان هو قصد من اراد ان يعتدي على زوجته. المفروض نتقدم نقطه بعد كده. هو السؤال، هل في حاجه في الحديث قيدت هذا الفهم في هذه اللفظه في هذا الفهم؟ مفيش. ده اسمه تفسير الشيء ببعض افراد جنسه. تفسير الشيء ببعض افراد جنسه زي سيدنا سعد بن ابي وقاص، الايه الكريمه اللي هي بتقول اللهم صل على النبي، ايه نزلت في الخوارج، سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول انها نزلت في الخوارج، اللي هي بتقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. الايه دي نزلت لسبب حاجه حصلت في زمن النبي. سيدنا سعد بن ابي وقاص قال دي نزلت في الخوارج، مع ان الخوارج بعد سنة 41 هجرية، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضع وثلاثين سنة. فسر الآية بما يندرج تحت الآية، وكلمة الصراط مثلا اهدنا الصراط المستقيم، المفسرين منهم من قال الصراط هو الإسلام، ومنهم من قال الصراط هو الإيمان، ومنهم من قال الصراط هو الإسلام. فمشتهر عند مفسر الأحاديث ومفسر القرآن تفسير الشيء ببعض أفراد جنسه دون أن يقصدوا حصره فيه. وإلا فأنا وصاحب الدرر السنية وحضرتك القاضي بيننا هو الدليل، ولا أنا كده ارتكبت جريمة يا جماعة؟ طيب فين الدليل يا أستاذ أحمد؟ فين الدليل؟ حاضر، أرجوك ما تضطربش لما هسألك السؤال ده. معلش هنشوف مع بعض. حاضر، فين الدليل اللي أفاد إن المعنى محصور بس في الاعتداء؟ ما هو جاب الاعتداء يعني، هو كلنا يعني هو عارفين انه جاب الاعتداء، احنا كلنا عارفين انه جاب الاعتداء. كان في واحد قاعد تحت بيسالني هو جاب الاعتداء ولا لا؟ طيب. جاب الاعتداء، فين الدليل على حصره فيه؟ بما انه هو قال الاعتداء، ايه الدليل اللي هو اعتمد عليه في ان الحديث بيحصر هذا في هذا؟ ما هو لو قال الدليل بقيه الحديث. يا اثناسيوس الدليل بقيه الحديث، من متى دون ماله وعرضه، الدليل في بقية الحديث. هو الحديث بيقول اللي يموت هو بيدافع عن عرضه من الاغتصاب أو بيدافع عن ماله من الاغتصاب. يا دكتور، ودي هو مش معارضين يا أستاذ سام. هو أنا كل اعتراضي يا أستاذ سام إن الاعتداء فردي. أنا ما بقولش مش شرط يكون الاعتداء فردي، ممكن يكون الاعتداء زوجي من المرأة والمجرم اللي معاها، الاثنين اعتدوا على عرضه. إن الست دي بتزني برضاها، ده اعتداء على شرف البني آدم. ده انا مش مقتنع بالكلام ده، صدقني يا دكتور. مفيش مشكله استاذ الشامي. استاذ الشامي انت قلت، انت يا استاذ الشامي لا خلينا بس في نفس النقطه يا جماعه، معلش دلوقتي انت قلت الرؤيه، يعني هل الرؤيه هي شرط
للعان يعني الرؤية شرط للعان الزوج لزوجته من الشهود ولا لا؟ يعني انت بتقول دلوقتي انا الرؤية شرط صح؟ شرط في ايه معلش؟ ها؟ شرط في ايه معلش؟ رؤية الزوج لزوجته شرط في اللعان ولا لا؟ شرط في ان هو يلعنها يعني قدام القاضي؟ ايوه الزوج شرط ان هو يشوف عشان يلعن قدام القاضي ولا لا؟ الملعنة شرط ان يشوف يعني ايه؟ ما هو ممكن يلعنها وهو كذاب. لا انا بقول لك من الشروط يا استاذ احمد ركز معايا، من الشروط للزوج ان هو يشوف زوجته عشان يلعن قدام القاضي ولا لا؟ هو ممكن يروح يقول للقاضي السلام عليكم انا جاي العن، حلو، وهو ما شافهاش اصلا، بيرمي بلا عليها. يعني مش شرط تقصد؟ مش شرط يعني انا مش فاهم برضو. هو لو واحد جه للقاضي قال له سلام عليكم، لا قال له معلش ركز معايا شويه، ركز في الحته دي معايا شويه، ركز معايا في الحته دي شويه. دلوقتي حضرتك انت هتلعن مراتك، شرط الزوج وزوجته بدون شهود ولا لا؟ يعني دلوقتي الزوج يشوف مراته وهي عشان يلاعن ولا مش شرط؟ عشان يلاعن لازم يكون شافها وهي بتزني ولا مش شرط؟ ده السؤال. ايوه لا، عشان يلاعن ممكن ما يكونش اصلا شافها بقاله 30 سنه وكذاب ورايح يرمي بلا وجاي يقول للقاضي انا شفتها بعينيا، وهو لا شافها ولا عمل، بيجي يرمي بلا بس. يعني مش الصوت بيقطع يعني ايه؟ استاذ احمد قلت يعني ايه؟ يعني مش شرط ان هو يعني مش لازم هو يشوف زوجته بتزني ولا لا، ده مش شرط في اللعان. عشان ايه يحصل؟ عشان القاضي يقبل كلامه ولا عشان يروح هو ولا عشان شرط؟ عشان ايه يحصل؟ ما هو الشرط عشان حاجه تحصل. ركز معايا الزوج، معلش خدنا على قد عقلي. الزوج دلوقتي لازم يشوف زوجته وهي بتزني ولا لا؟ من أجل ماذا؟ وأنا أقول لك، شرط أن يراها فيذهب ويلعن من أجل أن يحدث ماذا؟ من أجل أن القاضي يحكم له بأن مراته زانية ولا من أجل إيه؟ لا دلوقتي هو هيروح يلعن، تمام؟ شرط في أنه هو يروح يلعن أنه يكون شافها؟ تقصد المؤمن المتقي لا يحل عشان يلعنها أن هي تكون زانية؟ المؤمن المتقي، المؤمن الصادق الذي لا يكذب، لا يحل له بينه وبين نفسه أيوة. كده انه يروح للقاضي يلعن الا وهو شايفها، والا بيكون بيرمي بلا كده عليها. لو المؤمن المتقي ده بقى اعمى هيلعن ازاي وهو كان شافها وهو اعمى ازاي؟ ايوه ماشي، خلينا حد اهله دلوقتي هيلعنها ازاي وهو عارف انها بتزني ازاي؟ يا عم اسمع، عارف انها بتزني ازاي؟ ممكن يكون سمع صوت او زي استنتمبو او نفسا يعلو، يروح يلعن عادي خالص، يروح يلعن عادي خالص، يروح يلعن عادي خالص. يا جماعه انا ليا صوت يا جماعه، ما عليهوش ذنب يوم القيامه، عادي خالص. وكمان ليا صوت، انا مش عارف صوته بيقطع. القاضي يا جماعه اجاوب، وكمان القاضي هيجيب مراته ويقول لها ترد اللعن ولا نقيم عليك الحد، فلو ردت اللعن بلعن مماثل خلاص بينتهي الامر. يعني تمسك فرجها يا شباب، انا صوتي واضح يعني امسك فرجها. استنى يا عم،
ها هولاكو بص على التليجرام يا هولاكو، هولاكو بص على التليجرام. طيب انا هستاذنك مش عارف اطلع حد، الدنيا بايظه خالص يا جماعه، الدنيا بايظه. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد ثواني بس، يعني ايه ولا ايه؟ يعني يا استاذ كريس، يعني ايه اللي انت بتقول عليه؟ يعني كل اللي انت بتقول عليه يعني امسك سرجها واللي انت عاوزه، لو عاوزه يعني مع نفسك. بس انا هقول حاجه بس للاستاذ هولاكو، واشكرك يا استاذ كريس طبعا. واشكر الجميع. ما جاوبتنيش على السؤال بتاعي، لو حضرتك شفت مراتك بتزني هتقتلها؟ هعمل نفسي للاستاذ هولاكو يرتضيه. طيب انا هستسمحك بس واشكرك على صبرك وعلى الاستاذ هولاكو مش ابن حجر ولا البخاري ولا مسلم على فكره، معلش بقى الاستاذ هولاكو يعني مش من الجماعه دي. كلمتين بهرب فيهم يا عم كريس دي. لا يا دكتور، لا يا دكتور، ما فيش هروب ولا حاجه. حضرتك راجل محترم، كلمتين بهرب بيهم يا عم. لا حضرتك راجل محترم يا دكتور، بارك الله فيك وشكرا على وجودك. انا بشكر حضرتك وبشكر الغرفة على ربنا حسن الاستضافة. أنا بس بستأذنك يعني، الله أنت مؤدب يعني، يدل على شيء فإنما يدل على أنك ابن أصول وابن الناس ومتربى. طيب خليني أقول حاجة، خليني أنا بس هخرج يا أستاذ توم الله يحفظك. أنا بس كنت داخل عشان حوار مماثل في المسيحية، فهل في حد عنده رغبة في إن هو يعمل معايا حوار مماثل في المسيحية في وقت آخر؟ أنت تشرف أول ما أفتح بث عن أحمد كده، مش هيبقى في حوار زي الحوار ده بالظبط. انت معتبر ان كان في حوار؟ والله خد على قد عقلي، مش كل الناس عاقله زي حضرتك يعني. انا اذا ما كانش وقتك هيضيع اقبل الحوار معاك. للاسف الشديد لو الحوار انت عايزه يتم بنفس الكيفيه اللي تم بيها الحوار دي، يبقى مش هيبقى في حوار، لان حضرتك ما قدمتش اي اجابات. فلو انت عايز حوار ما قدمتش اي اجابات. واحد. انا عاوز واحد يوصل لنفس النتيجه برضو. انا عاوز واحد ما يقع ولا اي دليل ولا ذكر اي قول لاي عالم. خليني انا عاوز يا واحد لوجه الله، لوجه الله. طب على دكتور، طب اصبر، اصبر عليا، طب اصبر عليا انت دقيقه لو سمحت. بص يا شباب، انا الدكتور طبعا يعني هو حر، والحكم دايما للمستمع. انا هقدم ثلاث ادله انه لا يجوز انك انت تقتل مراتك. الدليل مش مشكلة. معلش بعد ما انا بس هخرج وحضرتك كمل زي ما انت عاوز. احفظ بس، هل في حد عنده الرغبه في انه يتحاور معايا بدون اسئله بعديك يا هولاكو؟ طب ثواني يا دكتور احمد، خليك معانا من فضلك خمس دقايق عقبال ما نقفل الدنيا، وانا اقول الحديث اللي انا عايز اقوله لاني ما قلتوش في وجود حضرتك او الادله بالتسلسل. اسمع الاستاذ توم بس، استاذنك هل في فرصه ان احنا نعمل حوار تاني في المسيحيه ولا الموضوع صعب؟ يا باشا احنا هنفتح على طول، وتعالى نعمل حوار في كل حاجه انت عايزها. بس حضرتك يعني استاذ ميشيل ولا مين اللي بيتكلم؟ استاذ ميشيل تقريبا ولا مين؟ لا انا هولاكو، انا صاحب بس. طيب انا بستاذن حضرتك يا استاذ هولاكو، انا مش عارف، ما يتهيأليش ان حضرتك يعني بتتكلم في موضوع المخطوطات ده، فانا هتكلم مع جنابك عبدالله. في موضوع الاستاذ عبد الله، الاستاذ عبد الله في موضوع الاقانيم، يعني في موضوع الثالوث يعني. فهل طيب ينسب حضرتك بكره بالليل الساعه 12 برضو بتوقيت القاهره؟ يا دكتور لو سمحت، احنا مش جايين عشان نخطط لمناظره تانية، احنا دلوقتي في موضوع مطروح. الناس يعني علشان ما تتشوش، انا حقي او حقهم عليا ان انا اديهم الادله لحضرتك. بالنسبه لنا ما جاوبتش عليها حضرتك، ادعيت حديث بعد اذن حضرتك، وانا قلت لك الحديث ده لا يخص حالة الزنا، والإخوة جابوا لك ما يثبت ده. خليني أجيب أنا، لا خليني أجيب أنا في واقعة الزنا نفسها، في واقعة على ربع في معلش الموضوع. معلش في واقعة حضرتك ليه حاسس ان الموضوع لسه محتاج كماله؟ ده انت حضرتك طحنتني، لاني حضرتك ما جاوبت. ده انا طالع هربان. الحكم للمستمع دايما، حضرتك ما جاوبتش على ولا سؤال واحد، سؤال في كيفيه الاسباب. ما هو واضح سؤال، ان انا ما جاوبتش. سؤال يا جماعه، مستغرب ليه حضرتك مصمم تقدم ادله عشان كتير. عشان الناس ما هو واضح اصلا ده انا اتمرمطت. لا 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 معلش عشان الناس تستفاد. انا ما يهمنيش دايما. طيب حتى في البلتوك، في البلتوك ما كانش بيمن المحاور. هتدي بس وقت محدد ولا نسيبها يعني هي وظروفها يعني؟ ممكن نسمع مداخلة هولاكو يا دكتور أحمد من فضلك؟ طيب أنا لما أحب أنزل إزاي؟ أنزل حضرتك. أنا هسمع حضرتك من تحت. شكرا لك يا أستاذ. شكرا لك يا دكتور أحمد. بص يا شباب، يعني إحنا سألنا 20 سؤال ما تجاوبش عليهم خالص. أنا طب ممكن أشكره، ممكن أشكره على حسن، على حسن أسلوبه. يا نهار أسود. بشكر الأستاذ أحمد الشامي، نورتنا وشرفتنا.
شكرا لك. بص يا شباب، انا كنت استشهدت بيه ان بحديث، لان اتكلمت من الذاكره، حديث هلال بن اميه. هلال بن اميه قال ايه يا جماعه؟ فقال رجلا: ارايتم لو وجد رجل مع امراه رجلا فان قتله قتلتموه، وان سكت سكت على غيظ، فوالله لاسالن عنه رسول الله. وبعد كده راح سأل الرسول، قال له كذا كذا كذا، لو أنا قتلته هتقتلوني، ولو اتكلمت هتجلدوني، ولو سكت سكت على غيظي، أعمل إيه؟ فنزلت الآية اللي هي بتاعت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة. فده دليل قاطع مش محتاجة استنباط زي ما الأستاذ أحمد الشامي بيلجأ للاستنباط. هنا دليل قاطع إن لو شفت مراتي مع واحد لو قتلته هتقتلوني. الدليل الثاني بيقول لك لما نزلت هذه الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال سعد بن عبادة: لو أني رأيت مع أهلي رجلا أنتظر حتى أأتي بأربعة، فقال له رسول الله إيه؟ لا يا باشا اقتله، هو إحنا مش رجالة ولا بتاع؟ لا 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 لا. قال له نعم. قال لا، الرجل اعترض، قال لا، والذي بعثك بالحق لو أني رأيته لعجلته بالسيف. ده حامش بقى، يعني زي ما الأستاذ أحمد كده قال لك لا يقتله وعرضه وبتاع، لا ده الرسول اعترض إنك تقتله. قال له حبيبي، فقال انظروا يا معشر الأنصار إن سعد ما يقول سيدكم سعد، إن سعد الغيور وأنا غير منه والله غير مني. ها بس الحكمة بقى تقتضي. في بقى اللي هو أخطر من سعد بن عبادة الأنصاري، واحد اسمه عاصم بن عدي الأنصاري، عاصم بن عدي، احفظوا الاسم ده. قال لك فلما نزلت هذه الآية: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قلت يا رسول الله حتى يأتوا بأربعة شهداء قد قضى الخبيث حاجته. الكلام ده أنا قلته شفوي للدكتور أحمد، وللأسف الشديد يعني كان في مراوغات جامدة وبنروح من يمين شمال. يبقى أسئلتنا بالترتيب يا شباب، خليكم مركزين معايا. عن كيفية الإثبات قال لك بأربعة. قلت له طب افرض ما جاوبش على السؤال ده، لو شافوهم ملط وبيبوسوا بعض ولا بيحضنوا بعض بس ما فيش مروت في مكحله، هل ده يعد زنا اسلاميا اصلا؟ قال لك العين تزني والكلام ده. قلت له لا، بس الفرج يكذب ذلك او يصدق ذلك او يكذبه، لانه قص من الحديث، لانه الفيصل هو المروت في المكحله، غير كده ده يعد لمم، يعني والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. دي نزلت في واحد عمل كل حاجه ما دون المروت في مكحله، اللي هو نبهان الطمار في النجم 32، لما شاف واحدة قال لها، كانت بتشتري من عنده تمر، قال لها داخل الدكان ما هو أفضل، عمل فيها كل حاجة ما دون المروة في مكحل. قال الرسول قال له أنت زنيت؟ لا. فهمني؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث كان لما قال لك أقتله، احنا دي يعني فندناها دلوقتي. وبعدين السؤال الرابع كان هل يجوز الإثبات بالوسائل الطبية الحديثة؟ او الوسائل الحديثة. هو قال لك انا بشوفها قرينة وكده، والكلام ده طبعا اجماعة الامة ان الكلام ده كلام فارغ، يعني عندهم اجماع ان ما ينفعش تثبت الا باربع شهود، خصوصا في الحدود، وما ينفعش حتى النساء تشهد تقول لي كاميرا. فيعني الموضوع محسوم يعني. على المهم انا بشكره يعني. اتفضل يا طيب. توم ممكن تعليق بعد اذنك يا هولاكم؟ اتفضل يا هو. انا كان من بدري كان نفسي اقول تعليق، لان اللي قاله الاخ احمد في رده على كريس هو كانه بيقول ان رسول الاسلام ما بيفهمش وانا اللي بفهم. هو بالظبط كده، بالظبط كده، لان yeah. لما سئل رسول الاسلام صراحه امهله حتى اتي باربع شهود، قال له نعم، بس يعني وكان باين جدا الاستنكار في سؤال هذا الشخص الذي يسأل. فلو كان في الاحتمال كان ممكن الرسول يقول له لا خلاص قاتله، فمن مات دون عرضه فهو شهيد. يعني الاخ احمد بيدعي انه اتى بالاجابه التي عجز رسول الاسلام ان ياتي بها. بالظبط يعني انا مش عارف هل وحتى سعد بن عباده نفسه يا توم قال له لو ان لا والذي بعثك بالحق لو ان رايته لعجلته. انا هاجي للحديث ده لان انا كنت عايز اجي للحديث ده، بس النقطه الاولى في كلام الاخ احمد هو انه بيدعي انه اتى بحل خير من الحل الذي اتى به رسول الاسلام، واتى بما عجز عن ان ياتي به رسول الاسلام.
رسول الإسلام عجز أن يأتي بالحل اللي قاله الدكتور أحمد لما كان موجود. فنشكره، هو أثبت أنه أزكى فعلا من رسول الإسلام وأنبه من رسول الإسلام. النقطة الثانية، الحديث اللي أنت ذكرته يا هدى، لما قال كده لو رأيت رجلا، اللي هو حديث سعد بن عبادة، وده مذكور في صحيح البخاري وموجود في صحيح الجامع وموجود في صحيح أبي داود، موجود في وصحيح ابن ماجه، موجود في المصادر، وهو حديث صحيح. لما بيقول الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى، يعني الرسول قال له لا ما تقتلوش. طيب لو كان يسمح للرجل أن يقاتل من يزني مع زوجته زي ما بيدعي دكتور أحمد، هل كان رسول الإسلام جاوب وقال لا؟ ما مش عارف، أنا عايز إجابة، ليه رسول الإسلام هنا قال لا ودكتور أحمد جاي يقول لنا يقاتله؟ ليه يا دكتور أحمد؟ عشان من مات دون عرضه فهو شهيد. فواضح أنها كانت غايبة عن رسول الإسلام هنا لما جاوب على نفس السؤال وقال لا. وسعد قال له بلى، يعني جاوب العكس، لا ده أنا هقتله. والذي أكرمك بالحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيده. خلاص بقى يعني امشوا بقى، عايزين تمشوا على سعد امشوا على سعد، بس أنا رأيي لا. في حديث آخر يا هلاكم معرفش، أعتقد أنت برضو استشهدت بيه، بس في نقطة في رواية تانية عن سعد بن عبادة، قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بسيف، مذكورة في صحيح البخاري، غير مصبح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. والله يعني عايز بالزبط يقولهم الرواية التانية موضحاها إن حكم الله وحكم الرسول، أنتوا فاكرينه غيران؟ على فكرة أنا أغير منه، اللي أتينا بالحكم بتاع الأربع شهود، أنا أغير منه والله أغير مننا إحنا الاثنين. ما تفتكروش إن سعد بن عبادة أغير مننا. فهنا الرسول بيوقفهم عند حد الأربع شهود، الرسول ما قالش أبدا. الحديث اللي الأخ أحمد جاي بيستدل بيه هو بصراحة من باب التلطيع، يعني أنا حاولت خاجة. أنا كان نفسي أعلق من بدري، بس ما كانش فيه نظام في الغرفة، بس كان خالص. لازم يتحط لي ويتقال له أنت برافو برافو ونسقف له، أنت أشطر من رسول الإسلام، أنت أتيت بما عجز عنه رسول الإسلام، ما تقولولوش أنت غلط، ما تقولولوش أنت غلط، لا يا عم أنت صح، بس أنت عملت اللي رسول الإسلام عجز أنه يفعله، أنت قلت ما عجز رسول الإسلام أن يقوله، وأنت وجدت حل للمعضلة التي عجز رسول الإسلام أن يجد حلا لها. بس وبعدين يا توم، لما كان معترض، لما بقوله علشان بسبب التشريع ده كانت أشيعة الفاحشة، يعني وكان مجتمع الصحابة مجتمع زناة، قال لي لا أنا بتحفظ على ده وكلامك كده، لما جبت له حديث أو كلما قال لي أنت بتغير الموضوع، غير الموضوع، إحنا بنتكلم. لا ما هو كان يشوش على الكلام. أنا عايز أوريك حاجة يا هولاكو بعد إذنك، أنا هفتح الكاميرا. سواء أنا أفتح لك كاميرا، معرفش بقى انت هتعملها ازاي من عندك، بس انا اما اجي اقفل بس الكاميرا الاماميه عشان ما تجيبش شكلك وانت زي حسين فهمي، وانت عارف معانا بنات مراهقات كده يدوبوا كده، يعني طبعا انت عارف هيقطعوا ايديها. استنى اكبر لك، استنى يا توم، يلا افتح الكاميرا براحتك. اتمنى بس لو واضحه قولوا لي. افتح، مش بتفتح لسه، ما فتحتش يا استاذ طم، اضغط على سيف، لما تفتح الكاميرا اضغط على سيف. ضغطت على سيف، شايفينها؟ ايوه. لا في اعمل بواحده كمان بقى اللي هي نفس البتاع عشان كدا؟ يعمل كاميرا. ايوه كده، ايوه بالظبط. يلا بس خلي بالك بس يكون تمام؟ في بيانات تحت حاجه زي كده. ايوه تمام. أيوة يا حبيبي، اتفضل. لا ما فيش، ما تخافش، ما فيش.
تمام. الحديث بتاع سعد بن عباده اللي واحد كبر خط شويه من الكمبيوتر يا توم، كبر من الكمبيوتر. قرب 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 الفون لي، قرب الفون. ايوه ايوه كده اهو. ماشي اهو ماشي كويس. كبر شويه كمان، كبر شويه. قال سعد كبر شويه اهو كده. بيقول قال سعد بن عباده لو رايت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيره سعد؟ والله لا انا اغير منه، والله اغير مني، ومن اجل غيره الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا احد احب اليه العذر من الله، ومن اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، والاحب احب اليه المدحه من الله، ومن اجل ذلك وعد الله جل. تعالوا نشوف في شرح الحديث. شرح الحديث تحت بيشرح نفس الكلام اللي احنا قلناه، وبيقول حاجه مهمه جدا في شرح الحديث. بصوا كده تحت في اخر ثلاث سطور بيقول وفي الحديث ان الغيره وغيرها من الصفات المحموده محكومه ومقيده بحكم الشرع. بالظبط دي اللي انا قلت له، شفوي والقران الشريف. والسطر الاخير تحت والسطر الاخير تحت وفيه انه لا يحكم بالقتل الا بعد ثبوت الموجب له. اذا اللي قاله الاخ احمد ان 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 لا يقاتلهم، وحجته في ذلك هو حديث من مات دون عرض فهو شهيد، ده كلام بلح. هذا الحديث اللي هو استشهد به لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد. لهذا قلت له هات الحديث كامل يا دكتور طام، عشان كده قلت له هات الحديث كامل. ما انا عارف، وده يثبت يعني. لا حتى شرح الحديث ده وشرح مشكلة الاربع شهود وحديث سعد بن قتادة بيأكدوا ان سعد بن عبادة سعد بن عبادة أنا آسف، الحديث اللي هو استشهد به ما لهوش علاقة بالموضوع، هو خارج السياق وخارج المضمون. أكتفي بكده يا هولاكو. يعني أعتقد المستمع دلوقتي فاهم التلاعب، واللي استغربت له أنه في الآخر بقى عايز حوار بقى في المسيحيات. هل أنت عايز حوار بنفس الطريقة؟ يعني هل أنت بقى عايز حوار نكلمك في المسيحيات ونتلاعب كما أنت تتلاعب في الإسلاميات؟ هل هذا سيرضيك؟ عشان كده لما طلب حوار في النهاية أنا ماشي يا جماعة وتعالوا نعمل حوار في المسيحيات، أنا سألته قلت له أنت عايز حوار بنفس الطريقة؟ عايز حوار ما فيهوش إجابات؟ ماشي. أنا عايز أقول كلمتين عشان أنزل بس لو تسمحوا لي. اتفضل. طب استنى يا كريس نسمع جون، انا عايزك معايا بس ثواني. حاضر. فلو جينا وقت الحوارات عايز امشي، عندي خلوه شرعيه، عندي خلوه. طب خش يا كريس وبعدين نسمع جون. اتفضل يا كريس. استسمحكم يعني. طبعا بص يا جماعه، شايفين طبعا المسلم في الحوار مع لا دليل لا مراجع، لا دليل لا مرجع لاي كتاب لاي صفحه لاي رقم لاي شيء. احنا دايما اللي بنجيب مراجع وبنقول في صفحه كذا ومرجع كذا والكلام ده كله. المسلم كلامه استرسالي لا يعتد به عشان يثبت تمام اللي هو اصلا جايبها. هو بيقول من انا دخلت، انت عارف ابن حجر بيقول ايه؟ ومن العقل. شوف ابن حجر بجلاله قدره، اللي يعني ولا الشامي ولا فوق الشامي ولا اي حد من المسلمين اللي موجودين في البس افقه من ابن حجر. ابن حجر بيقول ايه؟ بيقول بالحرف كده، ومن العقل البينه والا حد فظهر. هو افقه من ابن حجر وافقه من النبي. انا كان نفسي بصراحه يجاوبني، بصراحه انا كان نفسي يجاوبني على اخر سؤال او اخر سؤالين. لو واحد اعمى هو ما فهمش، خلي بالك اخر سؤال ده وقف دماغه، وقفت فيه. انا سالته وقلت له لو من شروط اللعان ان الزوج يشوف زوجته، من شروط اللعان ان الزوج، هو اللي قال كده، هو قال كده والبس مسجل، والبس مسجل، ودي فضيحه. هو قال وهو محامي ان الزوج يرى زوجته. طيب لو الزوج ده اعمى يمسك فرجها يعني مثلا، يروح يمسك فرجها عشان يتاكد يعني من الزنا بتاعها؟ ما حاجه بالعقل يعني. انت بتقول كلام عكس كلام اللي انت بتجاوب بيه.
تمام ما جاوبش ما جاوبش قال لك استاذن ومش عارف ايه وبتاع وما جاوبش. طيب السؤال الثاني اللي انا جبت اللي انا قلته له في ثاني مره، لو شاف مراته بتزني يقتلها؟ برضه تهرب من الاجابه وما تجاوبش. هو ده هو ده المسلم الهربان وخجلان من دينه المسلم، تمام، وجاي عايز مناظره في المخطوطات. احنا طبعا كفاءه في اي حوار مسيحي مع المسلم، بس المسلم اتمنى لما يجي يتكلم في اسلامه يطلع لنا دليل وبرهان. وقول قولي هذا واستغفر دين على البس، وتحية طيبة من أكاديمية قوم الزد، وسلام المسيح معكم جميعا. شكرا يا عم هلاكو، وشكرا لكل الإخوة المحاورين، وشكرا لكل الإخوة الداعمين. بارك الله فيكم وجعل الله في ميزان حسناتكم، ولا حول ولا قوة إلا بالمسيح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورفعت الصلاة. خلينا نقول حاجه مهمه يا شباب. انا قعدت ساعتين ثواني بس يا هلاكو، علشان انا مرارتي مفقوعه مرتين. يعني احمد الشامي هو كان بيقول حق وبيقول باطل. الحته وهو عمال يقول لكم لو شاهدين يتقام عليه مش عارف ايه، صح، ولو ثلاثه يتقام عليه ايه، صح، بس ده صح وغلط في نفس الوقت، لان ده مش حد، ده اللي هو دون الحد، ده اللي هو بيتسمى بالتعزير. ان هو لو راجل باشر امرأة دون الفرج، هنا ما بيقعش عليه الحد، سواء حد الجلد للزاني غير المحصن، او حد الرجم للزاني المحصن. فهنا انت هتروح تشهد، الشهادة اللي انت هتقولها، انت مش هتقول ان هو انت شفت الاربع شفت كراشه في الـ في الـ في البئر وكالمروه في المكحله. فهو اعتمد بقى في الحته دي لما بيقول لك ان ده زنا بحسب التعريف الفقهي الاسلامي، هو مش زنا، لكن هو لما جه روحانها وحاول ان هو يستبلهكم وكلكم انتبهتوا ليه.